شكرا 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 شكرا. اذا مرحبا بكم اعزائي الاطفال، انتم والاطفال لم يشاهدوا فينا يقدروا كذلك يشاركوا في الحضور كما انتم باش يجوا يحضروا معنا في هذه الحصه بالطريقه التاليه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. اذا احبائي الاطفال، لما تشاركوا في الحضور عبر موقع الانترنت عمويزيد.com لازم شويه تاع الصبر لان التسجيلات كثيره وكامل الاطفال حابين يجوا لحصه مع عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل. اليوم حصه مهمه جدا، هي حصه توافق الدخول المدرسي. اذا اليوم من خلالكم، خلال حصه مع عمو يزيد، عمو يزيد راح يتمنى لقاء الاطفال دخول مدرسي موفق. على بالكم يا أحبائي الأطفال باللي الدراسة مهمة والنجاح أهم، لازم الدخول المدرسي تاعكم يكون موفق، ولازم طيلة السنة تديروا الواجبات في وقتها، لازم تعرفوا تقسموا وقتكم بين الجد واللهو بين اللعب وكامل. يا أخي هذا وعد. إذن في هذه الفترة كذلك كاين يوم عالمي، هذا اليوم يصادف يوم 8 سبتمبر، هو اليوم العالمي للإسعافات الأولية. أنا في كل مرة نتكلموا على هذه الأيام الدولية والعالمية حتى نحسس الناس، لأن الإسعافات الأولية مهمة. بالك أنتم في المخيمات ولا في الكشافة الإسلامية ولا يعلموكم الإسعافات الأولية، لأنه بالمرات هذوك الإسعافات قادر تنقذ بهم حياة شخص. إذن في كل سنة يتوقفوا في 10 سبتمبر العالم كامل للتحسيس للإسعافات الأولية. حبيت لو كان قبل ما نروحوا للفقرة الموالية، الأصدقاء نتاعنا راهم يبعثوا لنا رسائل عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، وهذه الرسائل راهي توصلنا. شكون يجيب لنا الرسائل؟ تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ بشير نذير. بشير نذير، اسمك طويل، نقولك بشير ولا نذير؟ قولي نذير. نذير، الله يبارك. نذير الله يبارك. شاطر في الدراسة؟ شاطر. شكون يجيب لنا البريد؟ ساعي البريد. ساعي البريد، برافو. تعال تعال، ما قلتليش وين تسكن. تعال، شيء مهم مهم جدا، وين تسكن ولدي؟ تسكن في ولاية ورقلة. ولاية ورقلة، تحيتنا تحيتنا الكامل ناس ورقلة. شكرا شكرا شكرا. إذا نذير قال لكم ساعي البريد. إذا نرحبوا معايا بصهيب ساعي البريد حصة مع أبو يزيد اللي يجيب لنا رسائل تاع أصدقائنا. تعال صهيب. وعليكم السلام ورحمة الله وليدي، واش راك؟ لاباس؟ لاباس. الحمد لله. إذا صهيب يجيب لنا الرسائل تاعكم الجميلة اللي تبعتوها لنا. إذا صهيب تفضل، ها هو علبة البريد. أعطينا الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي نحبوهم وننتظروا رسائلهم بشغف. أحبائي في كل بداية حصة عمو يزيد يطرح لكم لغز ولا سؤال. سؤال اليوم يقول: ما هي المدينة الأكثر كثافة سكانية في الجزائر بعد الجزائر العاصمة؟ على بالنا بالجزائر العاصمة هي أول ولاية من حيث الكثافة السكانية، ولكن كاين ولاية ثانية بعدها معروفة هي الولاية الثانية من حيث الكثافة. معليش فكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يشاركوا بالإجابة عن اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن بالتوفيق بالتوفيق، وانتم فكروا لغاية نهاية الحصة مع أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا. وش رأيكم نروحوا نكتشفوا شخصية اليوم، شخصية مهمة في العالم الإسلامي، عالم هو العالم أبو بكر الرازي. راح نكتشفوا هذه الشخصية مع أنفال. إذن تحية الأنفال، تفضلي تفضلي أنفال تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور.
أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي الملقب به أبي الطب العربي، عالم وطبيب كيميائي مسلم من علماء العصر الذهبي للعلوم. ولد سنة 864 ميلادي الموافق 250 هجري في مدينة الري بالقرب من طهران الحديثة. عاش الرازي في العصر العباسي، وقد بدأ حياته بعيدا عن أماكن اللهو حتى بلغ 30 من عمره، فسافر إلى بغداد ودرس الطب. وبعد إتمام دراساته الطبية عاد الرازي إلى مدينة الري بدعوة من حاكمها ليتولى إدارة أول مستشفى فيها. اكتشف الرازي زيت الزاج والذي نعرفه اليوم باسم الحمض الكبريتي، له أهمية كبيرة تقوم عليه صناعة كبرى. وقد ألف الرازي كتبا عديدة، أهمها كتاب الحاوي في الطب الذي يتكون من 30 مجلدا ويدرس به في كليات الطب في العالم حتى اليوم. شغل مناصب ملموقة في مدينة الري وأمضى الشطر الأخير من حياته بها. أصابه الماء الأزرق في عينيه ثم فقد بصره، وتوفي في مسقط رأسه سنة 313 هجري الموافق 923 ميلادي. رحم الله أبا بكر الرازي لما قدمه من خدمة للطب والكيمياء. برافو 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 برافو. أحبائي، أبو بكر الرازي رحمه الله عالم في الطب، وله اكتشافات عديدة لازالت تدرس إلى يومنا هذا. إذن لازم نعتز بعلمائنا المسلمون اللي عطوا للطب الكثير. أحبائي، بما أننا في الدخول المدرسي، وش رأيكم عمو يزيد يغني لكم أغنية صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. يلا تغنوا كامل معايا. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك
زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد. فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد. فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد الغياب. أحبائي، إذن العودة للمدرسة إن شاء الله عودة ميمونة ودخول مدرسي موفق لكامل الأطفال اللي يشوفوا فينا. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. وش رأيكم نروحوا مع عمو مراد في ألعاب الخفة؟ يلا عمو مراد تفضل. تفضل تحية لعم مراد. شكرا 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 شكرا. أحبائي، هذه الفقرة هذه الجديدة في هذا الموسم الرابع، رابع سنة لعمو يزيد، فقرة هل تعلم. رح نكتشف حاجة اليوم مع ميليسا. فضلي ميليسا، تفضلي تفضلي. الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان. أحبائي، في كل مرة نكتشف معلومة جديدة. اليوم اكتشفنا أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان. وش رأيكم نروح؟ تحبوا الحكايات؟
إذا العمو يزيد راح يحكي لكم اليوم حكاية صانع القماش. يلا هيا. إذا يا أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم هذه الحكاية على صانع القماش. ما دامنا نتكلموا على الدخول المدرسي والمثابرة في الدراسة والجد تكلمنا عليه كامل. واحد النهار كان في واحد القرية، كانت قرية ساحلية على البحر هكذا، كان واحد بكري واحد الشيخ يخدم يعمل في القماش تاع يديروا به الشراع تاع الباخرة ليفوال. كان كل سنة يعمل هكذا بالقماش وكامل وينزل للبحر يعني في الميناء ويحاول يبيع هذاك القماش باش يديروا به الشراع في السفن. في كل سنة كان يبيع ويسترزق من هذاك المال اللي يكسبوه من هذاك البيع هذاك. واحد السنة لما نزل للميناء صاب باللي واحد آخر، إنسان آخر خدم تاني الشراع وبدأ يبيعوا لهذوك السفن بأقل ثمن. شكون دالوا رزق تاعو كما يقولوا. كي نزل قال لهم، قالوا له لا احنا شرينا على واحد أرخص. قال يا ربي كيفاش راح ندير انايا وكامل. لما جا رجع للبيت قاعد يخمم في الطريق هكذا، يا ربي يا ربي يا ربي كيفاش ندير. جاتو فكرة قال علاش هذاك القماش هذاك ما نخدمش منه سراويل ونبيعهم لهاد البحارين هادو لانهم يحتاجوا باش يلبسوا سراويل كذلك. جاتو فكرة هكذا، راح خدم لهم سراويل السنة الموالية، ولما رجع لعندهم كامل حبوا هذوك السراول وكامل شراو السراول. شوفوا الانسان لما تقطع الرزق نتاعو، ولكن جاتو فكره اخرى ما فشلش. يعني مهم جدا انه الانسان دائما يكون تكون عنده افكار جديده، دائما لازم تفكر وما تفشلش. عمو يزيد نستخلص من الحكايه تاع اليوم ان المثابره والاصرار مهمه للوصول الى الاهداف. برافو 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 بودي. إذن أحبائي المثابرة مهمة جدا، يجب الإصرار والمثابرة للوصول إلى الأهداف. هذا واش نستناو منكم احنا في الدراسة نتاعكم، لازم يكون عندكم الإصرار والمثابرة باش توصلوا للأهداف تاعكم وتنجحوا إن شاء الله يا أخي. يلا معك. إذن أحبائي كما قلت لكم المثابرة والإصرار مهمة جدا في حياتنا، لازم الإنسان ما يفشلش، يكون عنده دائما إرادة. هذا وعده، هل هذا وعد؟ برافو. دروك الحقيقه واحد الركن انا نحبه بزاف هو الركن. شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكته جميله. تعال تعال. ايوا اسمك وليدي؟ اسمي يوسف حمداني. يوسف وين تسكن يوسف؟ نسكن في ورقلة. في ورقلة؟ ايه. في المدينه بالذات ولا في مدينه يعني في مدينه؟ في خماقنيه. في خماقنية. الله يبارك الله يبارك. كي تروح تسلم لي عليهم كامل؟ لا ايه. الله يبارك. شاطر في الدراسة؟ ايه. الله يبارك. واش احكي لنا النكتة تاعك؟ كاين واحد النهار هذا واحد المعلمة قالت للتلاميذ جيبوا ثلاث كلمات. راح شحال امه قال له اعطيني كلمة. قال له واش راكي طيبة؟ قالت له مانيش عارف. على راح الخو قال له واش راك تفرج؟ قال له في باتمان. سمعت كيلو بطاطا ب10,000 فدي ولا خلي. كي راح قالت له ش الأستاذة تاعو جاو؟ قالها مش عارف. قالت له جوج؟ قالها مش عارف. قالت له شحال حاسب روحك؟ قالها باتمان. قالت له نديك المدير؟ قالها أدي ولا خلي. الله يبارك. تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ أحمد ياسين. أحمد ياسين، شحال في عمرك أحمد ياسين؟ 12 سنة. وين تسكن؟ في ولاية ورقلة. أي مدينة؟ بلدية الرويصات. الرويصات، الله يبارك. تحياتنا الكامل سكان بلدية الرويصات ولاية ورقلة. كي تروح تسلم عليهم كاع، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك. قال لك هذا طفل بعثته ماما باش يشري ليها بوست، ملا راح لقى كاع الحوانيت مسكرين، ملا لقى جماعة يلعب، قالوا له خلص باش تلعب، خلص هذيك الدرام. كي يلعب بلعب حتى نشبع راح يدور في لابوبال على بوست، ما لقى بوست فيه ذبان دهمه. قالت له ماما وشني هذا؟ قال له ما تخافي جماعة الإذاعة متسرحين. تاع
تعالي تفضلي. واسمك بنتي؟ أمينة حسناوي. أمينة الله يبارك. وين تسكني أمينة؟ في ورقلة. في ورقلة، خيار الناس خيار الناس. شحال في عمرك؟ 2008. زيادة في 2008؟ الله يبارك. إذا 10 سنوات بالتقريب هكذا؟ الله يبارك. حكينا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد المرة هذايا قاورية وتزيرية، قاورية تشوف القهوة، دفقت على التزيرية القهوة، قالت لها I'm sorry، أنا آسفة. عمبالا قالت لها I'm sorry، قالت لها شيح والعرا، التزيرية قالت لها شيح والعرا، ضربة ضربة. عمبالا قالت لها مصاري هني. الله يبارك الله يبارك. إذا شكون اللي عنده نكتة؟ تعال 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 تفضل. واسمك؟ احمد ياسين. احمد ياسين، واش عندك في يدك احمد ياسين؟ رساله من مدير مخيم. لمن؟ ليك. لي انا؟ ليه. للحصه. ايه. تقراها انت ولا نقراها انا؟ تقراها انت؟ كيما حبيت. قراها انت. هاي اقرا لنا الرساله. من مدير واطفال مخيم الرفاه للطفوله التابع لمديريه الشباب والرياضه لولايه ورقله، نتقدم بشكرنا لعمو يزيد والطاقم الحصه على الاستضافه وحفاوه الاستقبال، ونتمنى لكم ولكل الجزائريين عيد مبارك سعيد بمناسبه عيد الاضحى المبارك. برافو 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 برافو. شاطر 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 شاطر. إذن أحبائي عمو يزيد يعتز بهذه الشهادة وبهذه الرسائل المدبنة. إن شاء الله تكونوا قضيتوا عطلة جميلة وتكونوا قضيتوا أوقات ممتعة. وتحياتنا لكامل أطفال ولاية ورقلة وكامل أطفال الجزائر اللي أنا حابين كامل نستضيفهم إن شاء الله. بوبي شوف الرسائل اللي جابهم لنا صديقنا ساعي البريد باش نقراو لأصدقائنا. شكرا 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 بوبي. إذن راح نقرا الرسائل تاع اصدقائنا اللي راسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. نشوفوا رسائلهم وارائهم واش يقولوا. الرساله الاولى من عند عياد عبد الرؤوف، 8 سنوات، من مدينه جيجل الساحليه الجميله. قال لك إن هذا البرنامج برنامج رائع جدا ومذهل، وهو كذلك تعليمي ويوفر حق الإعلام للطفل. وأخيرا شكرا جزيلا لكل المشرفين على قناة الشروق تي في وحصة مع عمو يزيد. شكرا شكرا وليدي عبد الرؤوف عياد مدينة جيجل. شكرا شكرا على هذه الرسالة الجميلة. الرسالة الموالية من عند ميسان بنطايا، 13 سنة، مدينة قصر البخاري ولاية المدية. تحياتنا. قالت لك أنا أحبكم كثيرا وهذه حصة جميلة ومسلية، أحبكم أحبكم. برافو برافو بنتي ميسان بنطايا من قصر البخاري 13 سنة. حنا ثاني نحبوك يا بنتي وسلامنا لكل سكان قصر البخاري ولاية المدية. الرسالة الموالية من عند فارس لؤي دلال، 5 سنوات، من المكان الجميل واد سمار الحراش الجزائر العاصمة. قالت لك عمو يزيد أنا أحبك بزاف بزاف بزاف. إذن ربي طول عمرك دلال، ربي يخليك. رسالة جميلة جدا. الرسالة الموالية من عند بوكريطة عبد الفتاح، 6 سنوات، مدينة عين الدفلة خيار الناس. قال لك السلام عليكم عمو يزيد، نحن عبد الفتاح وإحسان نور اليقين وأمير عبد القادر من ولاية عين الدفلة، نريدكم أن تقيموا حفلا بولايتنا، فنحن نحبكم ونود الحضور معكم وشكرا. إذن إن شاء الله كل سكان مدينة عين الدفلة وكل سكان الجزائر الحبيبة راح يزورهم عمو يزيد في أقرب وقت إن شاء الله. الرسالة الموالية وآخر رسالة تقول من عند نادية بوصوفة، 11 سنة، من مدينة بريان ولاية غردايا.
قلت لكم أنا أحب قناة الشروق تي في وخاصة حصة مع عمو يزيد، تحية خاصة وشكرا. إذن نادية بوصوف 11 سنة من مدينة بريان ولاية غردايا، شكرا 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 بنتي على المراسلة، وعمو يزيد يحبكم كامل وإن شاء الله يزوركم. الحقنا دركا الجواب عن اللغز ولا السؤال. إذن سؤال تاع اليوم قال ما هي المدينة الثانية بعد الجزائر العاصمة أكثر كثافة سكانية؟ ما هي الولاية الأكثر كثافة سكانية؟ شكون اللي يعرفها؟ تعالي بنتي تعالي، أروحي شاطرين شاطرين، تعالي ذكرين باسمك. إيناس. إيناس الله يبارك، وين تسكني إيناس؟ ساميزون. ساميزون في الحراش يعني؟ نعم. جزائر العاصمة؟ نعم. الله يبارك. ما هي الولاية؟ ولاية تيزي وزو. لا لا ماشي ولاية تيزي وزو، ماشي ولاية تيزي وزو. تعال أرواح تعال، واسمك وليدي؟ داوي إسحاق. إسحاق؟ الله يبارك، وين تسكن إسحاق؟ ولاية ورقلة. أي مدينة؟ ولاية ورقلة. تسكن في المدينة بالذات؟ في مدينة ورقلة؟ في سكرة. وين؟ في سكرة. في سكرة، الله يبارك. ولاية ورقلة تروح تسلب عليهم كامل، لا؟ وش هو الجواب؟ ما هي ثاني ولاية أكثر كثافة سكانية؟ ولاية ورقلة. ولاية ورقلة؟ لا 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 وليدي. باينة بلي تحب بزاف ولايتك، ها ولاية ورقلة. حنا ثاني نحبوها بزاف. ولكن تعال. تعال. واسمك وليدي؟ معي محمد صالح. وين تسكن محمد صالح؟ نسكن في تقرت. في تقرت، الله يبارك. جيت لحفلة عمو يزيد في تقرت؟ جيت. إيه؟ عجبتك الحفلة؟ إيه؟ شفتها في التلفزيون ثاني في الشروق تي في؟ إيه؟ الله يبارك الله يبارك. وش هي ثاني ولاية؟ تيبازا. تيبازا؟ لا 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 ماشي تيبازا. تعال تعال، واسمك وليدي؟ علي صقرة. واسمك؟ علي. علي الله يبارك، وين تسكن علي؟ في ولاية ورقلة. أي مدينة؟ سعيد عتبة. واسمها؟ سعيد عتبة. سعيد عتبة، الله يبارك. تحياتنا لكامل سكان سعيد عتبة، كي تروح تسلمنا عليهم كامل يا اخي. نعم. وش هو الجواب؟ ثاني مدينة ولاية في الكثافة السكانية؟ سطيف. مدينة سطيف هي ولاية سطيف اكثر كثافة سكانية. تعالوا ابقى معايا، على بالكم مدينة ولاية سطيف فيها ما يقارب مليون ونصف، اكثر من مليون ونصف نسمة، مقارنة بالعاصمة هي نصف الكثافة السكانية. العاصمة فيها أكثر من 3 ملايين نسمة في العاصمة. ولاية سطيف فيها 1.5 مليون نسمة، هي ثاني ولاية في الجزائر من حيث الكثافة السكانية. يا أخي واسمك قلت لي؟ علي. الله يبارك، أعطيني الهدية تاع علي، أعطيني الهدية. إذن علي، شركة شيبس مهبول تهديك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفد بها. تفضل. العفو وليدي العفو، تفضل تفضل. أحبائي وصلنا لفقرة عيد الميلاد، اللي من خلالها نحتفل بعيد ميلاد طفل ولا طفلة. كيفية المشاركة هي ما عليكم إلا تجمعوا 5 قسيمات من علب حليب رامي وتديروها في ظرف وتبعتوها عبر البريد إلى صندوق بريد 42000 سطوالي الجزائر العاصمة، وعمو يزيد راح يتلقاها وندعوكم إن شاء الله باش نحتفلوا بعيد ميلادكم. اليوم عندنا غرمي وصال 8 سنوات من مدينة وهران. تعالي بنتي تعالي، واش راكي بنتي؟ راني غاي. لاباس؟ نعم. جمعتي القسيمات تاع علب حليب رامي؟ نعم. وشربتوا هذاك الحليب ولا؟ نعم. بنين؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. عجبك الحال راكي هنا بنتي؟ كي عيطنا لك فرحتي؟ نعم. سنيتي شويه؟ كنتي غير تسناي؟ نعم. ومن بعد كي عيطنا لك؟ فرحت. فرحتي، الله يبارك. اذا احبائي احنا راح نغنوا الوصال 8 سنوات من مدينة وهران الباهية. عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاعها. يلا عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. من
اليوم أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوى يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوى يا محلاها. وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو برافو برافو. اذا عمو يزيد يشعل لك الشمعه وحنا نديروا العد التنازلي لوصال. ديروا معايا العد التنازلي يلا. اذا 8 كامل 8 7 6 5 4 3 2 1 برافو 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 برافو. اذا وصال اعطي لي الشهاده تاعها. اذا يا أطفال أنتم كامل اللي شاركتوا في الحصة راح نتلقاو شهادة كما هذه، هي شهادة شكر وعرفان لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. إذا هذه تاع بنتي تاع وصال. إذا وكذلك وصال مادام بعتينا 5 قسيمات من علب حليب رامي، شركة رامي تعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها بنتي. هي هدية عيد ميلادك كما وعدناك يا أخي. إذا وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم قناة الشروق تيفي. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد. شكرا عمو يزيد. نشكر عمو يزيد على هذه الحصة اللي دارها لنا، جميلة جدا ومناسبة للأطفال. جينا من ولاية بازا وخاصة من بلدية بوسماعيل الساحلية. إن شاء الله رانا احنا باش نفرحوا دراري ونفرحوا ولادنا، وخاصة راهم في العطلة الصيفية هذه، وإن شاء الله نفرحوا مع دراري كلهم. نحن أرسلنا قسائم حليب رامي وشاركنا في حفل ميلاد عمو يزيد، ونتمنى للجميع أن يشارك في هذه الحصة لأنها حصة تعليمية وتثقف عقل الطفل. احنا لافامي بن زادة جينا من ولاية بازا بوسماعيل، جبنا الدراري باش يفرحوا مع عمو يزيد، سجلنا في السيت واستقبلونا وشكرهم بزاف بزاف. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف كي استضافني في الحصة ديالو، واللي يحب يدخل كيما انايا يسجل في الموقع الانترنت. صح عمو يزيد. احنا جينا من البويرة، عرضنا عمو يزيد للحصة ولبينا الدعوة تاعو، نقول له بارك الله فيكم اتصلنا به. وشكرا عمو يزيد بزاف بزاف على الحصة، على الحصة وعطونا لي كادو.